أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل لكل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين.
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين.
وكانوا لنا خاشعين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدا أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون صدق الله العلي العظيم.